رجعنا من جديد في فير بلاي مع ضيوفنا طارق مسعودي عربي جابر وسامي العكريمي. باش نحكي معاك نبدا معاك طارق. حكيت على كنا نحكي على مركز قلب الهجوم وسيف الدين الجزيري ومحمد علي برمضان، جبتهم في اول تعليقاتك. سيف الجزيري تقريبا ارقام مهمه برشا مع المنتخب الوطني التونسي، لكن كل مره نتفاجئوا بيهبط احتياطي اول مقابل موريتانيا. البارح بون لعب هو، كيف شفتوا انت هالتهبيط البارح ومعناتها الفاليور نتاعو كاحتياطي في المنتخب؟ سامحني نرجع للموضوع بتاع سالي جوير كادر موجود راهو في المنتخبات الكل في الجمعيات الكل. احنا لي كادر اللي صاديزون قدم معناها وهبي الخزري وعلي معلول وليس سخيري توا بجهده بالاسم وباللي يعمل فيه في المانيا، فرجاني سيسي، هذوما راهو عادي. احنا عندنا ملاعبي في البطوله التونسيه معروف برشا، لعب برشا في المنتخب في جمعيته، يختار في الماتشات يراتي مينيموم 10-12 ماتش ويلعب وبقدره ياخذ فلوس وكذا. موجود جارديان فهمت. حسام حسن كان يحكم مش في الليستة، كان يحكم كان على 90 دقيقة فما كورة توصل اللي بحذاه ما يمدهلوش، لعب معها تاكوم محمد احمد كشري عدى معي ستاج، قال لي مرة ربحنا 5-1، قال لي كي ماركيت البونتو مشى بشوير مشى عنقه واحد، كي مشى بشي عنقه قال له ما شفتنيش في مدلي باس. كان يحكم معناها هذه وقتاش ما تتكلمش عليها العبيد هذه، وقت يبدا الجمعيه ماشيه ولا المنتخب ماشي. توا افيك سي ديفو ولا قبل نحكي على شكر الواعر كيفاش كان يحكم في المنتخب، وكان لكن اول حاجه تعرض الناس يقول لك شكر الواعر الباراد عام 98 شكر الواعر عمل كارير فهمتني. فهم لاعبيه كانوا يحكموا في المنتخب، زبير باي اسكندر سوايح، زبير باي اكثر شخصيه كان يحكم في المنتخب، خالد بدره تقول خالد بدره تقول رياض بازيد تقول دوميكات ما عادش تتكلم تقول زياد الجزيري اي حتى وهب حتى وهب الخزري تقول هدف الفين التاريخي في تونس صحيت. لا اما كي يبدا الجو معناها كي ما تمشيش الامور وقتها يخرجوا الحاجات هذوما اللي هما دي ديتاي. انا نتصور وهب الخزري ما عندناش مشكله معاه، وهب الخزري انا دفعت عليه وقت هو اون بيس وقتها والناس كل جاوا ضدي وشكون سبني لكن ما يلعبش بونتا اون فالور انترانسيك. سامحني اون فالور انترانسيك جوست كلمه برك اون فالور انترانسيك سي لو ميور جوور تونيزيان احسن لاعب في المنتخب ما نناقشوش فيها احسن لاعب في المنتخب. انا في رايي صغيري لا صغيري موضوع اخر هذاك تو نجيو صغيري لا اما وهبي الخزري في الكوب دافريك الاخرانيه ودي قدر كبيره اما احسن لاعب في المنتخب ابسوليومون. نبيل معلول لعبوا بار اوبليغاسيون ياسين الخنيسي ما فهمش معنا حتى تاكون راهو نحكيو على نبيل معلول نحكيو على 2018 راهو 3 سنين التالي توجهك حل جاتك سوليسيون سيف الدين الجزيري احسن يعطي الاضافه والكل ما يهبط معناه ملاعب رابيد ويحب الاسباس وتكنيكمون قوي برشا وتحسن برشا سير بلون تكتيك. انا راه ولدي سيف الجزيري وترانا عندي في النادي الافريقي ونعرف كاريرو ونعرف المتاعب اللي تعدى بها في كاريرو الكل. توا راه تبدل سيف معناه ملاعب يعمل كل شيء، هو مسيرته في حد ذاتها درس الحقيقه، درس حتى في الحياه مش في الكوره. بيان سور حتى عائلين حتى راه سيف الجزيري من وسط اجتماعي راهو معناها هي عادي اقل من عادي برشا اقل من عادي برشا سيف معناها ولد نادي الافريقي من اللي هو في ليكول معناها من اللي هو في المدارس ويجي للبارك يسكن وراء وزاره الداخليه ويجي للبارك وبعد بدا يفرض في روحه والناس الكل تحبه طلع سينيور الكل تعرف سخونه ماتش اثنين موسم اثنين ثلاثه ولو انه اللي جاوا بعده الكل ما يجوش في كنترول من متاع سيف الجزيري. انا معناها كمنظر فما تهميش للاعب هذا تحس في كاريرو في المنتخب لا نحكي بطبيعه انت جاك معناها ليديك وتنقل قبل نقولوا احنا ما يلعبش في بريسيون تو ولا في الزمالك معناها جمعيه كبيره في برشا بريسيون قادرين باش يجيبوا احسن اتاكونات وخلوه معناها وخلوه هو الاتاكون نيميرو 1 ويعمل في ماتشات كبيره وقتاش باش لعبوا معناها وقتاش في مخ سيف يعني هو راهو سي تريز امبورتون نحكيوا على منتخب في مخ سيف وقتاش ولي تيتولير ماهوش تيتولير تو يلعب وقت وهبي ما فماش وقت ماتش في رادس وغازون حلو كذا ما يلعبش كي يمشي موريتانيا يلعب في التارتون معناه لهنا انا عندك هو ومحمد علي برمضان نحبهم يولي في مخاخ ميساج مع المدرب اللي راهو ينجم بون محمد علي نقولوا مش يلعب في الاسبيرونس تاعهم فماش كومبيتيسيون في البطوله حب يعاود على ملاعبيه تلعب خارج تونس معاك انا موافقك لكن نحكيه على ملاعبيه راهو نجم يجيبوا برشا مليارات ملاعبيه نجم يعطيو فالور بلوس كبيره في المنتخب راهو نحكيو على محمد علي برمضان احسن لاعب في البطوله التونسيه في وسط الميدان
راه محمد علي برمضان راهو الناس في الترجي تاخذ في برشا فلوس هزم على الظهر ويسال كله في ماتشويات ونتفكروا السيزون الاخراني 6 شهور الاخراني صحيح معناه نجوم كبار وفلوس وملين وشوفوا وبالنسبه لي انا محمد علي برمضان معناه يزمو ينجم يكون ثالث راهو في مع عيدوني وسخيري راهو فيكتو ميريسبي الفرجاني فيكتو ميريسبي للبلاعبي الاخرين راهو فما فرجاني سخيري ما سخيري عيدوني ما عادش يتمسك لا هو حتى الكبير يامن بيه تعرف اللي هو اول واحد معيط له في المنتخب حتى وقت اللي في الاسبيرونس مازال ماهوش يلعب برشا معناها اي ما توا صحيح توا خاطر فماش كومبيتيسيون تصور تفسيري انا توا صحيح معناها كي نقول الفرق ما بين فرجاني ومحمد علي برمضان فماش فرق نقول لك انا راهو محمد علي برمضان توا بلغة الشارع بلغة الكرة راهو جيعان راهو يحب يلعب راهو يلعب راهو مش عاطي البلوس خاطر انا مانيش خمم توا انا نحكي على الطالبي بكري وعلى الدوبليو خمم في الدوحة نحب نطلعوا بوديوم في الدوحه خامه في الكاميرون مش باش نمشيو ونعملوا وصله ونروحوا نحبوا نمشيو عندنا الملاعبيه وعندنا الذكي اللي نجموا نوصلوا بها معناها هذا المشكل حسب رايي انا في المنتخب وفي اختيار وماذا بيا هالكابوس هذا يقعد سوليسيون وهبي اون بوينت يقعد سوليسيون ما نبداوش بيه معناها يبدا وهبي اون بوينت وبعد نحطوا الملاعبين الاخرين سامي مش حبيت تعلق لا احنا دخلنا في النقاش الفني هو النقاش الفني معناتها اللي يهمني اكثر انا كصحفي انا نسال سؤال اخر احنا لو نلعب ضد موريتانيا نلعب ضد غينيا ونلعب ضد زامبيا اللي ما هي زامبيا ونلعب معناتها وقت نلعب معناتها في الليزيليمناتوار هذوما دائما فرق معناتها تروازيام كاتريام كاتيجوري اليوم افيك خزري بخزري ولا بالجزيري نجموا نلعبوا ضد الكامرون نجموا نلعبوا ضد السنغال نجموا نلعبوا ضد الجزائر شوف المشكله الكبيره لا انتكش تحب تقول لا ماهمش في المستوى لا 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 جزيري ني باز ان جوور دو بوينت ني باز ان جوور دو بوينت ناتوريل لا اتاكون دو بوينت لا سو ني باز ان اتاكون دو بوينت ناتوريل مش يفكسي يفكسي معناتها لاكس سنترال ادفيرس ويحل اصحابه ويحارب اي بروفيل اخر مو جوور دو بوينت باهي سيت ان اوتر بروفيل مي احنا نسبق في الصنعة لا احنا الكونفيغوراسيون هذية مسعودي وعربي الكونفيغوراسيون هذية الكونفيغوراسيون هذية سواء كان قلت لك سواء كان خزري وإلا الجزيري انا جو فوا جزيري افيك ان اتاكون دو بوينت جو فوا خزري افيك ان اتاكون دو بوينت هذه هي السؤال الحقيقي توت ان ساشان اللي خزري بونتا ماهيش بلاصتو سامي فهمتك شحب تقول تحب تقول فما لازم بروفيل اخر في المنتخب تشوف شكون مثلا ينجم يكون في البوست هذاك لا لا هذايا نقاش اخر شكون خاطر من الاول بكل ما حبوش يثبتوا ان افونسونتر ما حبوش يثبتوا ان افونسونتر انت توا بار اكزومبل البارح جيش نرجع لك البارح باش نرجع لك اللي موجودين تونس ما فهم بروفيل هو البروفيل اللي حكى سامي يشبه شويه الشواط ولا ولا الشواط توا ما بس نرجع لك البارح شواط يشبه السيف في اللعب بس انا تكون ديسباس فما شوات فما كبرجي فما فخر العوجي بعد المنتخب جست حبيت نقول حاجه انا وقت بديت شوي عندنا دوزا موسمون دربين اي فوالا انا عندك واحد معاك هذا كان نقاش ياسين الخنيس فوالا سيف الدين الجزائري الباقي نحكي لي نحكي هذا نقاش اخر ياسين الشماخي لو كان يرجع انا بديت في النقاش نتاعي سامحني مسعودي انا بديت في النقاش نتاعي قلت كل ما عندنا ك هجوم وكمهاجمين هبطوا البارح صفر اهداف هكا ولا لا انا بالنسبه لي انا الكونفيغوراسيون تاع الاتاك نتاعنا سواء كان جزيري ولا سواء كان خزري يلزم حاجه تتبدل قدام مش تلعب ضد جمعيات يلزمك تقلقهم يلزمك تفيكسي لاكس سنترال يلزم تعطي الاسباس على اليمين تعطي الاسباس على اليسار تعطي الاسباس على اللي جاي من تالي توا باش نرجع لحكايه حكايه برمضان وحكايه ساسي ساسي راه متاع 3 أو 4 سنين تالي وفاء ساسي معناتها تشوف انت الباركور متاعه في الليكيب ناسيونال مرات عديد والعديد والعديد من مرات يلبس اكوتي دو ماتش وقتها انت البريود هذيك اللي هو مش في احسن حالاته انت وقتها تهبط بالرمضان انت وقتها تهبط بالرمضان واليوم كيف تجي تحط لي ساسي وبالرمضان تحط لي ساسي وبالرمضان نحط بالرمضان تبقى ثم موازنات اليوم ما يتمسوش في الفريق الوطني خزري ما يتمسش ساسي ما يتمسش مساكني ما يتمسش هذه هي شنو المشكله الاساسيه وقت نحكيه على كره كل الفريق هذايا وبنكمل الفريق هذايا من الاول بالنسبه لي انا ماهوش مبني على قواعد صحيحه لانه مبني على اختيارات
مزاجية واختيارات معناتها تحط في بالها معناتها موازنات يا خويا هذاك يعمل لي مشكله وهذاك فك عليا منه وهذاك حشتي به واحد وكل من الاول بكل من الاول بكل. ولهذا الى حد مباراه البارح تشكيله اساسيه حقيقيه ما عندناش في فريق الوطن. عربي نجيك لك انت نحكي شويه على التغييرات اللي عملها منذر الكبير في المقابله. كيف شفت التعامل نتاعه في المقابله نتاع البارح؟ تقريبا خمسه تغييرات عملها من المدرب، كيف شفتهم في المقابله؟ نذكر بهم التغييرات اللي تعملوا في الدقيقه 71 بقير دخل بلاصه رفيع، دقيقه تقريبا في نفس الوقت برمضان بلاصه السخيري المصاب، 85 تقريبا اربع تغييرات الخازري بلاصه السليتي، و88 بن يوسف بلاصه الجزيري. معناتها خاصه التغييرات تاع 85 و88 متى ما تفهمش علاش، معناها شنو تفسيرك انت؟ احسن تغييرات في الوقت اللي صاروا في الدقيقه 70، تعطي طونجو للملاعبيه اللي باش تدخل، تعطيهم وقت حتى باش يدخل في المباراه، حتى النص ساعه اللي مازالت او ال 20 مينوت اللي مازالت دونك تنجموا يدخلوا فيها. هذاك احسن تايمينغ نتاع شونجمون صار نتاع بقير وبرومبان. وهبي وفخر الدين بن يوسف كانوا متاخرين برشا برشا برشا، دونك انا نحبهم في شونجمون نتاع في 88 وفي 85 ما تخلى ملاعبي وما وصلت له كره ما صاي وفي الوقت. دونك مارغريسا فما كره جات بن يوسف معناها في الوقت هذاك بالذات جات كره لفخر الدين بن يوسف وضيعها. دونك نتصور لي شونجمون نتاع كان هو كان حب يربح مباراه كان لازم يعمل لي شونجمون حتى في 60 ويكون دخول الخزري وبن يوسف معناها يكون في 70 75 هكاك تنجم حتى يجيو اكثر فرص للملاعبيه ونجم يفوز المباراه. لكن اسلام نحب نحكي على ثلاث حاجات. البارح المباراه شفنا معناها منتخب موريتانيا معناها طويل معناها طويل برشا مالغريسا معناها طحنا في البيج نتاع جولون وقت اللي عندك انت سليتي ورفيعه وحتى تخلوها بالخزري الوغ معناها كهما لي زاك سنترال تاعهم معناها كلهم أمتى 94 أمتى 95 معناها مالغريسا هذيك معناها غلطة ممكن وقت المدرب كان يزمو ينسيستي على الكيما سونال أنه تلعب كرة في القاعة دونك ما نطيحوش في البيج نتاع لو جولون وهذاك. ثاني حاجة ما نجحناش فيها اللي معناها ميزة من ميزات المنتخب التونسي أنه كرات ثابتة في اللي كان هذوما في اللي ماتشات هذوما تاع ترطوم تاع عندك ليكيب تاعك ماهيش معناها في أفضل حالاتها أنه تستعمل كرات ثابتة. البارح كرات ثابتة كل ما نجحناش فيها ما قدرت باقي ننسيستيو على الجولون ونحبوا شكون يلعب في الدويل. ما عندكش اليوم انا تاكون ولا 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 ديزا تاكون معنا في التاي معنا في امتي 90 باش يطلع يفوت ديفونسور ويحط كره في الشبكه ولا على الاقل تقلقوا البارح هذوما غلطين طحنا فيهم. ما نقولش ما نحبش معنا نحكي نقولوا احنا منظر ما فيقش بيهم لكن قعدوا يتعاودوا برشا مرات. ثالث حاجه نحب نحكي فيها اسلام انه الليسته تاع منتخب حسب رايي انا فما دي بوست انه ينجموا يتبدلوا. مانيش نسمي اللاعبيه اللي شكون يعني ماذا بغيت تسمي لا مانيش نسمي اللاعبيه اللي ما نجموش يكونوا موجودين لكن نعطيك اسامي اللاعبيه قادرين يكونوا في القائمه الموسعه تاع منتخب التونسي. انه عندك سيف الدين الشابي يلعب في الدوري النمساوي منوب الحداد اللي قاعد يقدم في مردود ممتاز وعندك معتز الزمزمي اللي قاعد يلعب في الدوري النمساوي اللي دوري ممتاز في فرنسا دونك. واذا كان باش تحكي على بيت جولف وتحكي على الخليج اليوم عندك لاعب ما باش تحكي كل واحد حقه عندك فارس بالعربي قاعد من افضل اللاعبين في الفرق نتاعو هذوما اربع اسامي اسلام ينجم يكونوا في القائمه الموسعه. دونك انا ما نحبش نعيط ما نحبش يكون ناخب وطني انه الرضي شكون باش نعيط وهنا هاك في الليست اللي كيما سونال وما نلعبكش. اعطيني شكون اللي قاعدين يرضي ما نحبش نسمي لا تو ما نحبش نسمي ما نحبش انا لاعب يجي كيما سونال ديكور معنا كامل بيه الافكتيف حاجتي بيه في الابليكاسيون جوست باش نرضيه وانا باش نعمل بيه ماتش ابليكاسيون وسط سومان ويجي نهار الماتش نحطه في الجرادان. دونك جو بريفير نجيو من لعبيه تستحق لعبيه تكون تنظر لقدام باش تكون عندك اكثر معناها شوا ديفكتيف كيما سميتهم لك خير من لعبيه تجيبهم وسوا ديزون هاكا راضيين الناس الكل وما سيناش مشاكل. باهي خلينا نجيك لك انت طارق ناخذ رايك في التغييرات انت حكيت عليهم من قبل هيك مأخر شويه كان مأخر برشا مش شويه سورتو خزري ولو اني فما نقطه نحن نفهمها خاصه التغيير في الدقيقه 85 والتغيير في الدقيقه 87 شنو اللي تبدل معناها؟ ما تبدل حتى شيء اما انا حبيت الرص التكتيكي يتبدل كي يدخل سعد بقير سعد بقير يعني في فور هو يعطيه صح حتى كان يجي في راس بالعربي ما نجمش يلعب في الكولوار يا 10 يا رب هو حتى سعد ما يحبش يلعب في الكولوار ما نجمش هو اصلا ما نجمش يلعب في الكولوار. حاجه من الكوليس ماتش موريتانيا في رادس
مشى كي دخل فخر الدين بن يوسف طلب من سعد بقير ينقل من الكلوار اليمين للكلوار اليسار، وهذه سمعت حتى اللي موجودين في الملعب الكل سمعوها. مشى فخر الدين بن يوسف ما قالوا ليه سعد بقير ما نلعبش على اليسار، هو اصلا متقلق كيفاش حطوا على اليمين. كي مشى المنظر قال له لو ما حبش يلعب على الكلوار اليسار خرجوا هبطوا نكتي. معناها تحس فما حاجه سافا باق على سافا منتخب لا مش فما راه شوف راه فما حاجات الكلام سهل تو على التيوري تو نعملوا في التابلو تو نخرجوا باش تلعب في الكلوار فما ثلاثه حاجات لازم عندك تكون رابيد ماهوش رابيد ان كونتران تفسخ ما نجمش يفسخ ان كونتران وتسنتر اون كورس هذوما ثلاثه ما عنده بهم حتى ما عنده بهم حتى علاقه. سعد بقير يلعب كلاس 10 ريجيستر كلاسيك وقت يدخل سعد بقير وسيرتو مع منافسين هذوما معناها معناها متوسطين نجم تنحي بيفو يولي نلعبوا كادو 3 1 وتعطيه ال 20 مينوت بدمهم كما يقولوا بلغه الكوره تعطيهم له وينجم يعمل فيهم ميم بروفيل في ناس بالعربي نفس الواحد معناها كي مش قول له هاي معناها بنفس ولو انه في ناس بلو رابيد شوي بلو رابيد اما باقي يحب يلعب في اللاكس يحب يلعب في اللاكس يحب يلعب تحت التاكون يحب يرى اللي تروز التاكون يراهم على اليمين في الكولوار ولا على اليسار يا اخي فخر الدين بن يوسف والانتقادات عليه مع كبيره برشا في في البطوله التونسيه والجمهور منتخب بريس كنقول لك انا ماهوش راضي على فخر الدين بن يوسف اما كي يلعب في الكولوار يلعب في الكولوار صاحبه امبوسيبل يفوت ما دامش بت على فخر الدين شنو رايك في التعامل نتاعو والقدام راه مش يشد اللاتيرال اللي قدامه لعب ريال دروا كريمون اي في الكوب دي موند عندي مساج انا لعلي معلول راهو نحبوا نراو علي معلول تاع الاهلي ما شفناهش علي معلول تاع الاهلي توا ميور لاتيرال ما ايتي بون ميور لاتيرال ما واش هذاك تاع الاهلي كما قلت انا نحب البونتويت نحب السونتراج تاع بونتو السونتراج نتاع يكون ديسيزيف هو بيدو راهو ميور لاتيرال في الافريق تاع بريسك معناها احسن جمعيه في افريقيا هي الاهلي هو احسن جوار في الاهلي بريسك هذا المساج عندي سؤال فني باهي كامل مساج فين عندك برشا مساجات الفو فالوريزي ليس سخيري اكثر في المنتخب انتوما صحفيين احنا المحللين الجمهور المنتخب البلاد ما شاء الله السياحه اللي تحب انت تحب انت معناها راهو يعمل في حاجه كبيره برشا يعدي يعمل في نيفو كبير برشا لازم نسال سؤالي تفضل قلت لك عم نسال تعامل فنيا كيفاش تعامل شفتوا تعامل فخر الدين بن يوسف في الدقيقه الاخيره من المقابله بحذاه وهاب الخزري كاش فارغ وراه من تالي لفرجاني ساسي على ما اعتقد كيفاش شفت تعامله مع اللقطه هذيك كيفاش نجم لاعب يضيع في كوره معناتها سهله هكاك ولا هو كان حطها روالي بنزيما مش فخر الدين بن يوسف عادية معناها اسكوان صعيبة معناها تكنيك مو لا تكنيك مو متوسط هو خمم في هذيك حل سيقه اكثر يلعب السهل او بحرك وهبي لا يحطها هو معناها كان سكر سيقه شوي يحطها في التسعين نجم جاوبك انا ما سالش عن ديريكت تفضل مجال مفتوح الناس كلها لا احنا قلنا اللي معناتها عودة فخر الدين بن يوسف للفريق الوطني نقطة استفهام كبيرة ياسر بالنسبة لي أنا علاش؟ إل نا با لو نيفو متألق في مصر السيد علاش ما يكونش موجود؟ ما عندوش إل نا با لو نيفو سامحني إل نا با لو نيفو فخر الدين بن يوسف نا با لو نيفو أما تمشي أون طون كاتاكون وهذاك الجباري نتاعك وهذاك البوست نتاعك تمشي أون طون كاتاكون وتمشي تمركي تو في لو بلوس maintenant techniquement tactiquement معناتها سي ان جوار كي مانك دانتيليجونس خليني نقول لك خليني نقول لك عربي اي كامل كان عندك ما تكملش لا لا جوست حابين نقول لك حاجه انا حبيت نسالكم معناتها الثلاثه توا احنا قلنا معناتها عندنا نقص وضعف في الهجوم انا نقطه استفهام بالنسبه لي انا سليتي لو يلعب فين غادي البارح دون ان ماتش كوم سولوي لا تلعب في سليتي في البلاصه هذيك سليتي شنو البلاصه هذيك وقت يبدا سليتي وقتها يبدا في احسن حالاته وقتها يبدا يلعب القدام سي ان جوار رابيد عنده تير عنده دريبل وكل انا سليتي تحطه في الرول ريستريكتيف اللي ريتو فيه البارح براتيكمون اون كاتريام دومي يلعب على كل والدي صار يلعب لعب لا لعب على اليمين زاد لا لعب على اليسار هذيك البوست نتاعو سليتي اي لكن شفناه على اليمين لو بلوس وقتها انت هو الديكروش راه ما هو سان جورد كل اما انت وقتها عندك نقص في الهجوم تقدموا دانكران جوار كيما هذاك معناتها هو افيك جزيري البارح افيك جزيري البارح نربحوا زوج ثلاثه معناتها نربحوا زوج ثلاثه ترانكيلمون خلينا نرجع نسالك عربي على النقطه اللي حكى فيها سام تاع فخر الدين بن يوسف في ظل الفقر الهجومي في المنتخب نتفكر الناس كل فخر الدين بن يوسف بدأ كمهاجم راس حربه وبدلوا بعض كرول على اليمين ما ينجمش يكون حل مثلا كي نجم يشوفوا الاونترينير في البوست هذيك ولا تبعكم خير منه بوست اري دروا لا لا اتاكو والله ينجم يكون قلب هجوم
لكن باش نعاودوا نفس نفس المشكل يعني باش سكر الباب قدام فخر الدين جزيري اللي هو متالق معناها قاعد سيف يلعب ويلزمه يلعب مع فونسونتر. زياد الجزيري مع شكون تالق؟ سانتوس متالق مع سانتوس. سي ان بو لو ميم بروفيل راهو سي ان بو لو ميم بروفيل بون الاخر معناتها يل بيركوت اكثر معناتها وما يخافش وكل معناتها زياد الجزيري مي سي ان بو لو ميم بروفيل راهو حمزه رفيع حمزه رفيع البارح ماهوش جور دو كولوار حمزه خلي كامل عربي ونجيك حمزه رفيع تسلك عليه وتحيه النادي الداوي تبع فيني يقول لي سليتي في مركزه كلاعب رواقي ويتحرك يغير مركزه لتنشيط الهجوم باه عربي اسلام دونك فخري نجم يكون حل من الحلول لو كان يعني لو كان ما عندكش شكون لو كان ما عندك شكون معناها في البوست هذاك ام انت عندك شكون دونك بون حتى فخري معناها نتصور في الضيع الاوروبير نتاع كومارا فونسونتر دونك عنده قضية 7-8 سنين يلعب جور دو كولوار فما حاجه اسلام نتفكر ثلاث شهور تالي لعبنا ضد منتخب الجزائري وشفنا الفرق معناها واضح كبير على الاخر في تونس هنا في رادس وشفنا معنا السيل تم الماتش سيطرة كلية للمنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري كي يلعب مباريته اليوم في كاس افريقيا ما يغيرش عنده معنا جمال بالماضي عنده 14 جوار 15 جوار واضحين معناها وما فيهمش كلام وما فيهمش معناها شك اللي يستحق يلعب دونك وقت اللي معناها خير بشي في كاس افريقيا وقت اللي خايب شي ناحيه ابراهيم يلعب البلايلي شفنا الريزلت وين مشات وقت اللي لعب في فرض بونجيح معناها كومون اتاكون رغم اني ما ماركش برشا لكن اللي يحكي عليه سامي شنو هو خلى اصحابه يعملوا يوسف ما تالق في كاس افريقيا هذيك دونك هنا نحكي لك على شو نتاع المنتخب باش تبني منتخب ممتاز قادر يلعب في كاس افريقيا وقادر يمشي بيه لبعيد كيما نحبوا احنا ديما حاليا المنتخب هذا اللي عندنا توا راهو ما نتفاجئوش لو كان ما ترشحوش ما نتفاجئوش لو كان ما مشيش بيه لبعيد دونك يلزم لي شوا يكونوا باهين واللي يستحق يلعب واللي يستحق تعيط له هذاك اللي يكون موجود. باهي خليني ناخذ رايك تعلق في حمزه رفيع تقريبا توا نستناو في الاضافه من اللاعب اللي متكون في اولمبيك اليوم اللاعب اللي لعب مع اليوفي لعب مع رونالدو معناها فردي كيب ما شفناش حاجه كبيره البارح ما خدافهم كونتير اللي ضربت على البار ولا حتى في الدقائق اللي هبط فيهم في مقابلات الفارطه شنو رايك؟ هو دوناتور ما يلعبش كولوار معناها سان جوار دومي يكون اقوى برشا كي يكون يلعب في الوسط يكون ترازيام ولا يكون ديز معناها تحت اتاكون ولا روليور يبدا ماخذ ليبرتي اكثر باش يمشي لقدام بلاعب ياخذ راحته اكثر يعني مثلا ما قريتو اللي قلناه توا راهو البارح ماتش تاع فخر الدين بن يوسف كولوار اليمين البارح الماتش هذاك تاع تارتون تاع سخانه فخر الدين بن يوسف ممكن كان لعب على اليمين ممكن عطاه بلوس برشا معناها خاطر ديما في اي منتخب ولا اي كلوب فما ملاعب ديما يقول لك متوسط لكن يلعبوا فيه المدربين كل هو عنده روح كبيره وجينيرو برشا جينيرو عنده ريغول كبير البارح كل مرات اللي مشى لليمين خلق كل مره مشى لليمين وجاب قريب الاوكازيون الاخرى البارح ولا البارح انا قلت لك البارح كان ممكن يكون ماتشو هو وراه مش كادو في المنتخب راه انا مش موافق معناها مش كادو فما ملاعبي اللي يقولوا عليه المدرب يعملوا معناها وجات بيريود تيتولير في الكناسيونال معناها وعدى بيريود باهيه وكلنا في المونديال قلنا اوارير دروا احسن لاعب في المونديال ولا اوارير دروا وكذا لكن نوعيه الملاعبيه هذوك راه المدربين الكل يحبوهم جروسو مودو احنا راه ماذا بينا المنتخب يمشي لبعيد وعاد نقولوها راه منظر كبير محظوظ على الان جيريس محظوظ على نبيل معلول محظوظ على كاسبر جيك الملاعبين اللي عنده خير من اللي كانوا موجودين مش قولي هما بيدهم لا توا خير فكروا على 2018 مع نبيل معلول هو اللي اكتشف هو اللي حط ياسين مرياح كان حتى واحد صحيح ياسين مرياح توا عنده 4 سنين دولي معناها ياسين مرياح توا مش تعرف 2018 ياسين خيري كيف 2018 اول ما جاء توا راهو ياسين خيري بيلي ولا معناها في جمعيته ولا في المنتخب العيدون اكتشاف توا الناس كل تتخمر مش في بالهم العيدوني عنده 5 ماتشات في المنتخب توا الناس كل توا استنست بيه ولا كادر في اللي والله انا عشت شاتوني ولا شفت ماتش واحد باهي كنت تزير عامله باقي ما شفتش حاجه كبيره الحقه لا بلوس كبيره لا نيفو ريكوبيراسيون لا بلوس كبيره برشا ما كان الحاجه كانت ناقصتنا خاطر احنا عدينا بيريود باهيه مع محمد بن عمر وبعد الاصابات اللي بعدته قعدت البلاصه هذيك فارغه قعدوا يلعبوا فيها دي جوار كي هو جوار تشوف البارح في الدويال تشوف العكس تشوف حتى
وجهه والتمبيرامون نتاعو نتاعك اللي دز صحابه اللي اللي عارك معناها ملاعب بيفو ديستريكتور صحيح معناها 100% هذا هذا ماذا بينا نقوي شوي ماذا بينا نحطوا سانكيام باش المنتخب بنجم نمشيو به البعيد هكا بالبرود هذا وبالريت نتاع البارح هذا عندنا حق خافوا على المنتخب ان شاء الله. لا ان شاء الله لا يعطيك الصحه طارق شرفتنا بحضورك اليوم. شكرا سامي العكريمي ايضا عربي جابر هكا نكملوا في البلاي اليوم. شكرا سجويني في الاخراج ادم في الاخراج الرقمي اجمل تحيات اسلام المتر.